من واشنطن ينضم إلينا السيد براند سادلر المسؤول السابق في البنتاغون. سيد سادلر مرحبا بك، لماذا عادت قضية الحدود مرة أخرى على السطح لتظهر بهذه القوة؟ هناك عدة موضوعات تجعل من موضوع الحدود على قائمة الأمور الهامة التي تحدث الآن في الولايات المتحدة. هناك العبور الغير شرعي، العبور غير شرعي للمهاجرين، وهو الأمر الذي يحدث بأرقام غير مسبوقة منذ حضور الرئيس بايدن لرئاسة الولايات المتحدة. ونحن نعلم أنه منذ عدة سنوات أرقام ومؤشرات الجريمة ترتفع بصورة كبيرة في الولايات المتحدة. هناك عدد كبير من الأشخاص الذين هم غير مسجلين في السجلات الأمريكية وقاموا بارتكاب العديد من الجرائم وهم ليسوا على رادارات الشرطة المحلية. ومنذ عدة سنوات تحدث مقارنة بالشرق الأوسط، هناك معدلات جريمة مرتفعة وهجمات إرهابية، لذلك يخاف الشعب الأمريكي ما أن تؤول إليه الأحداث في الولايات المتحدة بالمثل وأن تكون هناك هجمات إرهابية. لقد رأيتم ما حدث في كابيتال هيل في الأسابيع الماضية، وللأسف كان هذا قرار هام، وكان يحاول الجمهوريين يقومون بعزل مايوركا ولكن لم يحصلوا على التصويت الكافي. طيب، في بمناسبة الأرقام سيد سادلر، هناك 6.5 مليون مهاجر غير شرعي دخلوا أمريكا في عهد بايدن فقط، يعني هذا الرقم طبعا يوصف بأنه رقم كبير. من يسأل عن دخول هذه الأرقام الكبيرة في عهد بايدن؟ يعني تفسيرك أنت لهذا الرقم؟ الرقم هو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في فترة زمنية قصيرة بدون أي تحكم أو ضبط لهذه العملية. وهناك من يقول أن عدد المهاجرين غير الشرعيين يصل إلى حوالي 10 ملايين، وهم يقومون بغزو كل حدود الجنوبية للولايات المتحدة، والمسؤولية تقع على بايدن وعلى الإدارة الخاصة به. ووزير الأمن الداخلي مايوركا هو الأكثر مسؤولية عن هذا، ولكنه يعمل وفقا للسياسات التي تم وضعها بواسطة الرئيس بايدن. ومنذ يومه الأول في الإدارة أعطى قرارات. إذا كان بايدن قد قام بوضع قرارات في محلها لكان الأمر أسهل في التحكم في عدد المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، الإدارة الديمقراطية سيد سادلر ترى حلا لهذه المشكلة في صياغة قانون، هل الحل القانوني هو الأمثل من وجهة نظرك؟ هناك الكثير التي يتوجب عليهم فعله. بالنسبة للديمقراطيين لا يوجد لديهم حل لهذه المشكلة، وهذا قبل وصول بايدن إلى الإدارة الأمريكية، والأمر يتعلق بتوفير أموال فيدرالية وأن يكون هناك موظفين موجودين. مرة أخرى هذا يعتمد على توافر أموال، لذلك ليس في مصلحة الحزب الديمقراطي أن يكون هناك حل لهذا. ولكن حيث أن حاكم فلوريدا وحاكم تكساس قاموا بمحاولة طرد المهاجرين الغير شرعيين إلى مدن مثل شيكاغو ولوس أنجلوس، وهذا يسبب انقسام داخل الأحزاب السياسية في أمريكا اليوم. هناك قانون HR2 الذي تم تمريره في مايو العام الماضي، ومجلس النواب يرفض إقراره.
أنت قلت أنه ليس من مصلحة الديمقراطيين حل هذه المشكلة، لماذا سيد سادلر؟ يعني لو توضح لنا هذه النقطة. واحد من الأسباب هو كيفية عمل النظام في الولايات المتحدة، هو تجد أن أموال فيدرالية يذهب إلى الولايات ذات أعداد الناس، فبإمكان الديمقراطيين أن يقوموا بضخ أموال للأماكن التي بها أكبر عدد من السكان، وهي المناطق التي يسيطرون عليها، وهذا يعني أن كلما كانت الأماكن مزدحمة كلما حصلوا على أموال أكثر، كما وفقا لأرقام العام الماضي. في الماضي كان أمر يتعلق بالولايات الحدودية. سيد سادلر، طيب الجمهوريون من جانبهم يقدمون حلا من نوع آخر، وهو إقامة الجدار الحديدي، هل أنت مع هذا الحل؟ هو أجدى نفعا من الحل القانوني الذي يقترحه الديمقراطيون؟ أظن أن الحائط هو جزء من الحل، وهو أمر ليس جديد، هو تم طرح هذا الموضوع منذ أيام ريغان، وتوجب أن يتم الانتهاء من المشروع لأن جزء منه موجود، ولكن عندما تقوم ببناء هذا الحائط، هذا لا يعني أنه لن يكون هناك عبور، ولكن يعني أن يكون هناك بوابات موجودة في ذلك الحائط، وأن يتمكن الأشخاص الذين يريدون الهجرة من الدخول من خلاله، عوضا عن تعرضهم للوفاة في الصحراء. وكذلك فإن عدم وجود هذا الحائط أيضا يكون مدعاة للتهريب. طيب ما رأيك أنت كمسؤول عسكري فيما يريده الجمهوريون من إقالة السيد أليخاندرو وزير الأمن الداخلي؟ أعتقد أن هذه أول خطوة للوصول إلى الرئيس، وهو المسؤول النهائي، وهناك تحقيقات تتعلق بالفساد تحت إدارة بايدن، وأمور تتعلق مخالفات قام بها الرئيس، وهذه المخالفات قامت بخرق القانون. لكن أنت قلت سيد سادلر إنه وزير الأمن الداخلي يتصرف وفق رؤية فريقه الحزبي، وهو الفريق الديمقراطي. نعم، هذا صحيح، ونتفق أنه في نهاية المطاف فأن الرئيس يجب أن يكون عرضة للمساءلة، وهذا سيحدث في نوفمبر القادم، هذا إن لم يتم عزله قبل ذلك الحين، لأن خرق القانون، لأنه قام بخرق القانون بعدم حماية الحدود، وكذلك قام بالكذب على مجلس الكونغرس. نعم، فنحن نعلم أن أشكرك سيد سادلر، شكرا جزيلا لك سيد برنت سادلر المسؤول السابق في البنتاغون، أشكرك من واشنطن.